عندنا كاديلاك ال 2009، من المشكلة انه بطارية عم تفضى بسرعة. الزلمة بس يطفي السيارة بتعطيه شيفت تو بارك. حنطفي نحن هلا مثل ما شايفين هون على التابلو، عطيتنا شيفت تو بارك، انما هو الزلمة حاطط على البارك وما بتسكر كونتاك على الاخر. بتضرر ان اكسسوري مود لانه الموديولز ما ناموا. حندور السيارة هلا ونحن عم نطلع على التابلو. انا عم غير بالمسكة، في عنا عطت اريير، عطت اريير وعطت هذا وعطت كل شيء. يعني المسكة تي سي ام عم بشوف المسكة والاي سي ام عم بشوف المسكة، بس زفتنا على البي سي ام وطلعنا على البارك، البارك انبوت سبيد عم يعطينا اوت اوف بارك. يعني البي سي ام عم بشوف انه السيارة هي منا بالبارك. اوكي طيب، اذا نحن جينا اعطينا فكينا الكونكتر تبعيت الاي سي ام، عفوا تبعيت المسكي، وحطينا باور اند جراوند عليها وجينا عم نقيس الفولتج، بنلاقي في عنا هون 12 فولت. اذا جبنا تست لايت حطيناه بقلب المكنه مثل ما مبين هون عنا بالتست. اكيد تست لايت ما راح يضوي، بس لما عم حط انا التست لايت شو عم بيصير عندي؟ عم بيصير في عندي بارك، معناتها المشكله بالمسكي صح. هلا هون حطينا البارك. هلا راح نطفي السياره ونشوف زبطت ولا لا. زبطت السياره، يعني بس نحن حطينا لود مش الحال.